الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساءكم كل الحب والخير. نلتقي هنا معكم عبر شاشة قنوات الكأس في جولة ثالثة من دوري نجوم كيو ام بي. بعد هذه الجولة سيتوقف دورينا لأكثر من شهر من أجل إتاحة الفرصة لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا، والتي ستنطلق بإذن الله تعالى من بعد غد. هنا لدينا هذه المواجهة بين السيالية والخرطيات، ستستغربون حاليا من طريقة وقوف الفريقين في أرضية الملعب. هم لن يكرموا لاعبا ولن يكرموا مدربا، هم سيكرمون حكام هذه المباراة، أفضل حكام في الموسم الماضي على مستوى تحكيم دوري نجوم كيو ام بي. شاهدنا في دورينا تكريم أكرم عفيف وطارق سلمان في مباراة السد والأخلاطيات، شاهدنا تكريم المدرب أجيري وياسين إبراهيمي في مباراة الريان والسيلية، ولدينا أفضل حكم للموسم الماضي عبد الرحمن الجاسم، أفضل مساعدين طالب سالم وفيصل عيد، وأفضل حكم فار عبد الله العذبة. يستحقون حكامنا بكل تأكيد هذا التكريم من لاعبي الفريقين، فريقي السيلية والأخلاطيات، قبل بداية مباراتهما حاليا في الجولة الثالثة. فلنتح مجالا لهذا التكريم الراقي لهؤلاء الحكام المميزين من خلال موسمنا الماضي. بالفعل التحية والتقدير للحكام، لدينا عبد الرحمن الجاسم حكم ساحة الدولي من 2013، المساعدين الحاضرين في أرضية الملعب المتألق دائما طالب سالم، وإلى جواره فيصل عيد في هذه المباراة التي حكمها الرابع هو الحكم محمد الشريف، فيما على الفار أفضل حكم فار عبد الله العذبة، وإلى جواره عبد الله أنس. هناك صورة تذكارية، هذه هي يلتقطها الحكام حاليا في أرضية المباراة، أفضل حكام الموسم. بداية الجولة الثالثة يا من تتابع شاشة